يا <applause> سلام يا سلام يا سلام يا سلام بقى على تورنيدو وحاجة تورنيدو النهاردة زي ما قلت لكم في الأول كده هنتكلم عن غسالات تورنيدو ولو نقول غسالات تورنيدو يعني غسالة قوية بكفاءة عالية جدا بتطلع الغسيل زي الفل وهنتكلم النهاردة مش بس غسالات الغسيل الهدوم الملابس وكده كمان هنتكلم عن غسالات الاطباء اللي تورنيدو برضو منزل منها ثلاث اشكال هنتكلم عنهم دلوقتي بالتفاصيل الثلاثة أحلى من بعض بالنسبة لي بس تعالوا نبتدي نتكلم كده عن غسالات الهدوم وجنبي هنا غسالة الهدوم 8 كيلو 1200 لفة في الدقيقة شكلها زي ما شايفين حلو قوي لونها فضي فيها بقى كمية إمكانيات رهيبة فيها شاشة ديجيتل إمكانية إضافة الملابس أثناء التشغيل ودي حاجة عجباني قوي ساعات بعد ما نشغل الغساله نقعد نقول ايه نسينا مش عارف القميص ده نسينا الشراب ده نسينا مش عارف ايه وعايزين نحط في الغساله الكلام ده ساعتها هنعمل ايه ساعتها هنعمل بوز هندوس على الزرار ده اوكي هيطلع لنا على الشاشه ان كده ممكن جاهزين ان احنا نفتح باب الغساله ساعتها هنفتح باب الغساله ونحط القطعه اللي كنا نسينها ونقفل الغساله مره تانية والبروجرام يبتدي يشتغل ودي من الاوبشنز الحلوه قوي اللي موجوده في غساله تورنيدو 8 كيلو عندنا كمان برنامج العنايه بملابس الاطفال عن طريق خاصيه انتي الرجي ودي من الحاجات المميزه جدا جدا في غساله تورنيدو 8 كيلو هنا عند بصوا هنا كل البروجرامز مكتوب هنا الرابيد اللي هو من 15 ل 30 اللي هو البروجرام السريع عندنا هنا الديلي اللي هو اليومي اللي هو 60 اه دقيقه ودرجه حراره الميه بتكون 60 هنا بقى عندنا البيبي وير اللي هو اه هدوم البيبي على درجة حرارة 50 وفي هنا ميزة مهمة قوي ان الانتي الرجي هي حاجات ضد الحساسية دي بالنسبة لي مهمة كمان خلينا دايما نفتكر ان الغساله الاوتوماتيك والفول اوتوماتيك لازم يتحط لها المسحوق الخاص بالغسالات الاوتوماتيك، ما ينفعش نحط مسحوق خاص بالغسالات العاديه في الغساله الاوتوماتيك ده مش حي... مش كويس للغساله او لعمر الغساله. عندنا كمان زي ما قلنا برنامج السريع الغسيل السريع ال 15 دقيقه ده عملي جدا، برنامج الغسيل الاقتصادي للتوفير في الكهرباء الايكو والمياه والمسحوق ده برده موجود عندنا في غساله تورنيدو. آه في بقى هنا حاجة هنفتح الدرج اهو. الدرج هنا عندنا الدرج آه هو متقسم جوه لثلاث آه اماكن في آه المكان اللي في النص اللي هو آه الأصغر اللي بنحط فيه السائل اللي هو المنعم اللي بيطلع ريحة حلوة في الهدوم. عندنا هنا الدرج اللي على الشمال ده الدرج الأساسي وعندنا الدرج اللي على اليمين ده ممكن نستخدمه للبري ووش لو احنا الهدوم متسخه جدا وعندنا هنا برضو خاصيه البري ووش موجوده في غساله تورنيدو 8 كيلو 1200 لفه في الدقيقه كده اتكلمنا عنها بالتفاصيل وتعالوا نروح نشوف الاصغر منها اللي هي غسالة تورنيدو 7 كيلو 800 لفة في الدقيقة وهي طبعا سهلة جدا في الاستخدام فيها برنامج الغسيل الاقتصادي للتوفير في الكهرباء والمياه والمسحوق الأكو في برنامج غسيل الملابس الرياضيه ده وده مهم قوي السبورت وير، فيها برنامج غسيل ستاير والمفروشات آه وفيها برنامج الغسيل والعنايه بملابس البيبي برضو لونها الفضي الحلو اللي بيليق على كل اشكال لو هتحطها في المطبخ او هتحطها في الحمام هتليق على اي سيراميك او اي حاجه انتوا عاملينها وخلوا بالكم مره تانية بنقول وهنا غسالات تورنيدو مكتوب عليها من فوق تحذير ان احنا المفروض نستخدم المسحوق او الصابون الخاص بالغسالات الاوتوماتيك ما نستخدمش المساحيق الثانيه هنا برضو الدرج بتاعها متقسم الثلاث تقسيمات هنا بنحط ده على الشمال الرئيسي اللي بنحط فيه المسحوق الرئيسي في النص للمنعم والثالث لو الغسيل شديد الاتساخ بنحط آه، صابون في الباكية الثالثة غسالة لطيفة جدا انسيابية سهلة جدا في الاستخدام وهي مرة تانية 7 كيلو و 800 لفة في الدقيقة ومن أهم الحاجات اللي فيها زي ما قلنا آه، برنامج الغسيل الاقتصادي لتوفير الكهرباء والمية ومسحوق الغسيل طيب وتونيدو دايما في الحقيقة بيحب يوفر لنا في كل الأجهزة الخاصة بيه تعالوا بقى نخش على غسلات الاطباق الديش ووشر وعندنا تورنيدو فيه تلت تلاتة ديش ووشر هنتكلم عليهم بالتفاصيل اول ديش ووشر معانا النهارده هي بيتحط فيها حاجات تخص 12 فرد يعني 12 طبق كبير 12 طبق اصغر 12 مج 12 شوكه 12 سكينه كل حاجه 12رات فدي هتبقى في العزايم لست البيت والأهل البيت هتبقى عظيمة جدا عندنا فيها ثمان برامج للغسيل عندنا كمان فيها أعلى كفاءة باستخدام وأقل استهلاك للكهرباء الـ Energy Efficiency Class A++ ودايما بقول إن حاجة تورنيدو هما بيكونوا مهتمين جدا بالحاجات اللي بتستهلك كهرباء أقل آه ودي حاجة بالنسبة لي مهمة جدا تعالوا نفتح الغسالة عشان نشوفها برده من جوة قد ايه واسعة وزي ما قلت لكم هي ال 12 فرد فيها الدرجين ولسه هنتكلم اكتر واكتر هي فيها شاشة آه ديجيتل اوريكم هنا طبعا انا مش حاططها في الكهرباء بس فيها الشاشة آه الديجيتل اظهار وظائف تشغيل والاعطال فيها بقى ثلاث برامج مهمين جدا الغسيل السريع عندنا 18 دقيقة و30 دقيقة و50 دقيقة اللي هو الجيت ووش 18 دقيقة والكويك ووش 30 دقيقة والسوبر ووش ال50 دقيقة عندنا برنامج نص الحمولة مع إمكانية اختيار رف من الرفين دي برضو حلوة قوي إن إحنا ممكن الغسالة مش كلها نستخدمها هنختار الرف الفوق أو الرف اللي تحت حسب الحاجات اللي احنا عايزين نغسلها ودي برضو من الميزات اللي فيها عندنا اكسترا هيجين امكانيه التعقيم الاضافي للاطباق امكانيه التكفيف الاضافي للاطباق وهنا امكانيه اختيار استخدام اقراص ال 3 ان 1 هنا احنا عارفين طبعا الغسالات بيتحط لها اللي هي بتاعه الصحون دي شوشر هنا بيتحط جوه الملح وهنا في الحاجات اللي بيتحط فيها الصابون والزيت السائل في كمان الكبسولات المدوره هنا في برنامج ممكن ليها مكان ممكن نحط فيها الكبسولات المدوره اللي هي 3 in 1 لكن لازم نخطر الغساله ان احنا هنستخدم التابلت وهنا مكتوبه اللي هما 3 in 1 ليها زرار معين علشان المية ما تروحش للمكان الآخر ودي حاجة مهمة في كمان إمكانية التعديل في الرف السفلي لإتاحة مساحة أكبر يعني الرف السفلي هنا ممكن هنشيل دي وهنا لو عندنا بقى صواني وحلل كبيرة ممكن الحاجات اللي هنا دي كلها تتطبق علشان نقدر نحط الحاجات الأكبر وهنقفلها مرة تانية وحكي لكم برضو لسه في حاجات و تاني وأوبشنز تانية لو إحنا خايفين الأطفال تلعب في الغساله عندنا هنا هنزور هندوس على الزرارين دول مع بعض اللي هو هاف لود هندوس عليهم كده ثلاث ثواني هيعمل لوك للغساله عندنا هنا لو احنا شغالين على بروجرام وعايزين نغيره هندوس على الزرار ده لمده ثلاث ثواني هنقدر نغير بعديهم البروجرام انا شايفها انها عمليه جدا 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 وبتسهل لنا زي ما قلت لكم في العزومات وبتاخد حاجات كثيره قوي هنا الغساله الاصغر منها هنا او فيها حاجات اقل منها شويه في هنا برضو بتاخد 12 حاجات لـ 12 فرد ست برامج للغسيل ونفس القصه برده هنا عندنا اعلى كفاءه باستخدام بالاستخدام واقل استهلاك للكهرباء دي مهمه جدا برضو موجوده في غسالات الصحون الخاصه بتورنيدو عندنا هنا شاشه رقميه لإظهار الوقت والكود وخلينا هفتحها لكم عندنا برنامج برنامجين للغسيل السريع الكويك 30 اللي هو 30 دقيقه والسوبر 50 اللي هو 50 دقيقة عندنا برنامج الغسيل نص الحمولة بس هنا مش زي اللي قبليها، هنا هنستخدم الرف اللي تحت فقط مش هنختار، يعني هنا الثانية الأولانية ممكن اللي فوق أو اللي تحت، هنا الـ الـ الرف اللي تحت فقط، عندنا إمكانية اختيار استخدام أقراص 3 إن 1 زي ما قلنا برضو ممكن نستخدمه هنا، إمكانية التعقيم الإضافي للأطباق، مليانة أوبشنز هايلة بصراحة الثالثه بقى وهي الاصغر في الحجم دولت 60 سنتي حجمهم او عرضهم هنا دي 45 سنتي دي للمطابخ الصغيره في بعض الناس بيبقى عندهم مطبخ زياده في البيت اللي هم ساكنين في الفيلا بيبقوا عايزين المطبخ اللي فوق يبقى فيه ديش وشر صغيره بيوت الساحل والمنتجعات ممكن برضو الغساله الصغيره هتكون مفيده جدا تعالوا نعرف هي امكانياتها ايه هي هنا حمولتها عشر ال 10 افراد يعني ممكن نحط فيها 10 اطباق و10 شوكه و10 سكينه فيها سبعه بروجرام سبع آه برامج وهنا برضو نفس الحاجه المهمه جدا اللي في الغسالات الديش ووشر الخاصه بتورنيدو اعلى كفاءه بالاستخدام واقل استهلاك في الكهرباء اللي هي انرجي افيشنسي كلاس اي بلس بلس آه شاشة رقمية برضو هنا فيها آه الإظهار الوقت وقود العطل برنامج الغسيل السريع 30 دقيقة و50 دقيقة برنامج الغسيل والتعقيم عندنا عندنا برنامج آه الغسيل نص الحمولة هنا برضو في الرف السفلي فقط اللي تحت بس عندنا برضو ممكن نحط ال 3 ان 1 اللي هي التابلتس اللي هي بنحطها بتغسل وعندنا برنامج الشطف الاضافي تورنيدو مش بيخلينا عايزين حاجه وشفنا كده مجموعة الغسالات الديش ووشر وشفنا غسالة ال كيلو والسبعة كيلو اللي هم خاصين بالملابس وكمية الاوبشنز الغير عادية اللي في غسالات تورنيدو وهو دايما بيعودنا ان هو يقدم للمستهلك المصري احلى جودة في منتجاته. خلوا بقى نشوف فاصل وبعد الفاصل نرجع لكم نكمل مع باقي سكان الشارع خليكم معانا لو سمحتوا. أربعة شارع أربعة